قام رئيس كوريا الجنوبية موجان بجولة في الخط الثالث لمترو والأنفاق، وذلك أثناء زيارته الحالية لمصر، حيث بدأت الجولة باستقلال أحد قطارات الخط الثالث للمترو المتجه إلى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة تقدر ب 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة. كما استمع رئيس كوريا الجنوبية لشرح لمباني الورشة والتي تعتبر أكبر ورشة في الشرق الأوسط، ثم شاهد عرضا عن التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.